السلام عليكم، معكم أخصائية التغذية خديجة القدسي. اليوم بنتكلم على فيتامين د. أول شيء فيتامين د الأغلب يجهله، أو إنه الأغلب إنه يأخذه تلقاء نفسه. والآن إحنا الحلقة بنتكلم كيف واحد يستخدم فيتامين د. أول شيء فيتامين د إنه هو مهم للعظام، للأسنان، لأكثر من مكون أساسي داخل الجسم. فلذلك لازم إنه أول حاجة إنه الدكتور هو الذي يوصف العلاج، هذا المكمل الغذائي. لازم إحنا نفعل فحص عند الطبيب، هو أو الطبيب هو الذي يوصفنا بالفحص عشان نعرف إيش متى نستخدم فيتامين د كمكمل غذائي. أما نحن نشتري نوقي أنفسنا أو نستمد فيتامين د، لازم معنا حاجات طبيعية. أول شيء وهي الشمس. الشمس هي المكون الأساسي لفيتامين د، يعني يدخل عن طريق الجلد ويمتص عن طريق الجلد، فيحول الجلد الكوليسترول في الجلد إلى فيتامين د ونستفيد منه. رقم 2 كغذاء هو إيش؟ معنا الأسماك، البيض، اللحوم، اللي المنتجات الطبيعية يعني، والبروتينات والحليب كمان. رقم 3 تكلمنا عن وهو إيش؟ إنه المكونات الغذائية. المكونات الغذائية لازم نحن نمشي فيها عن طريق طبيب. المكملات الغذائية لازم عن طريق طبيب. هذا المكمل فعلا حتى 200 سطر باللون الأحمر، لازم نحن الطبيب هو الذي يوصفه، مش من تلقاء نفسك. لأنه الفيتامين د إذا زاد عن حده يسبب لنا تسممات، يسبب لنا زيادة الكالسيوم في الدم، ويسبب لنا حصوات في الكلى. إحنا واجبنا كأخصائي التغذية نوعيكم إنه فيتامين د لا يمكن إن إحنا نستخدمه من تلقاء نفسنا، لازم باستشارة الطبيب أو عن طريق أخصائي تغذية. شكرا لكم استماعكم لليوم فيتامين د. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.